هذه الوقفة هذه كتجي استجابة للنداء ديال المكتب الجهوي، وقفة احتجاجية مرفوقة مع إضراب جميع المؤسسات الصحية معدن المستعجلات والإنعاش، كتجي يعني مع باقي الجهات، بعض الجهات هي دايرة إضراب ووقفة اليوم كوسيلة ضغط على المكتب الوطني للنقابة المستقلة ولا على الوزارة باش تستجب للملف المطلبي ديال الممرضين وعلى رأس ديالو العدالة الأجرية اللي كما كتعرفوا أنه تم الاتفاق في أواخر شهر 12 مع النقابات مع الوزارة من أجل زيادة في الأجر، ولكن احنا كممرضين كنشوفوا بأننا في 2006 استفدنا 100 درهم، 2022 ما استفدنا من والو، دونك حان الوقت باش يتنصف للممرض. خرجنا اليوم بصوت واحد تحت لواء النقابة المستقلة للممرضين وتقني الصحة التي دعت إلى خوض أشكال النضالية بربوع المملكة ووقفات وإضرابات إقليميا وجهويا في ظل الحوار الاجتماعي التي تعرفه النقابات في إطار إصلاح المنظومة الصحية. خرجنا اليوم لنقول أن لا إصلاح المنظومة الصحية دون إنصاف الممرض الذي عانى من حيف منذ سنين وسنين، والوزارة تنهج سياسة الأذان الصماء. الممرض اليوم له كلمته في الميدان ويقول استجابة لمطالبه هو حق لا تنازل عنه. المطالب اللي هي مشروعة أكيد واللي هي مسطرة، أولها التعويض عن الإنصاف، التعويض عن الأخطار، فكيف يعقل أن الخطر واحد يهدد الجميع والممرض هو أول من يتعرض للخطر، لكن التعويض عنه مختلف. ثانيا التعويض عن التأطير في المادة 3 من النظام الإساسي، الممرض يقوم بتأطير جيل جديد لمصلحة المواطن لكن لا يتقاضى عنه أي أجر، بالإضافة إلى إنصاف الممرضين ضحايا المراسم السابقة اللي كانت معادلة عرجاء، نؤكد كذلك بالزيادة في الأجر لا تقل عن 3000 درهم اللي هو أكيد مستحق في ظل التضحيات الجسيمة التي يقدمها الممرض. من هذا المنبر نؤكد للمواطن وللجميع عكس ما يروج له أن في اتفاق 24 فبراير 2022 الممرض لم يستفد بمكاسب مالية ولو بدرهم واحد، في ظل بعكس الفئات الأخرى اللي خرجت مكاسب مادية مهمة وهي مستحقة كذلك، لكن جاء الوقت لإنصاف الممرض، جاء الوقت لتأخذ هذه الفئة حقها، لأن الممرض يشتغل في ظروف صعبة، الممرض هو عصب المنظومة الصحية، يقدم أكثر من 80% من الخدمات الصحية، فمن حقه أكيد أن في ظل هذه الظروف أن ينال حقه ومطالبه.